دعوات ووقفات لإنقاذ مناطق الهور بعد أن غزاها الجفاف وهجر سكانها. معرض لفن التصوير الفوتوغرافي هذه المرة نظم بعنوان استغاثة مرة أخرى. أرتأى المشاركون أن يكون معرض الصور المشاركة عن جفاف الأهوار والمأساة التي حلت بفردوس الجنوب. تكون المعرض من 41 صورة فوتوغرافية بواقع 12 مصور مشارك. حاولنا نجسد من خلال لوحاتنا أو صورنا الفوتوغرافية لهذا اليوم نقل المعاناة اللي يعيشوها أهل الأهوار، سواء كانت بإيصال الماء لهم كشخصيات أو من خلال الحيوانات اللي هي تعتبر مصدر من مصادر الحياة الرئيسية لهم. حقيقة المعرض تكملت للصرخة الأولى اللي أطلقناها 2015 من أجل عودة المياه لمنطقة الأهوار وتبايش. للفن بصمته التي تحاكي الواقع وقد تجمله. هذه المرة كان الواقع مؤلماً بقدر معاناة أهل الهور. هي فعالية فنية لكنه ذات أثر أشوفها مهم، وهي استغاثة مرة أخرى، وهي صرخة أخرى من أجل إنقاذ الأهوار. طبعا يقوم بها الفنانين وخاصة منتدى فن الفوتوغراف. اليوم يعني أطلقوا صرخة مهمة إنسانية كبيرة لكل العالم من خلال لوحاتهم. قد تكون صرخات صامتة لكنها عندما تقرأ اللوحة وعندما تقرأ الصور الفوتوغرافية للأهوار التي جفت للأسف الشديد والتي تحتضر بعضا منها، يعني تشاهد مأساة كبيرة ومأساة إنسانية كبيرة. ما عاد المشحوف في طور الهور، والناطور ما عاد يسابق ناطور، والفرحة اللي كانت تغمرنا طارت ويهجرت لطيور. لبرنامج صباح الخير يا عراق، شيماء جبار، الناصرية.